اليوم انطلاق الحملة الرسمية من أجل المدينة النظيفة أيام العيد إن شاء الله، أيام عيد الأضحى، مدينة الدار البيضاء. خدينا الرهان، وطبعا الرهان غادي تهز بساكنة مدينة الدار البيضاء على أساس أن إن شاء الله بكم وبنا مدينة الدار البيضاء تكون نظيفة أيام العيد الأضحى إن شاء الله. اللي معروف واللي كان السنة الماضية وهو أننا دزنا من 4000 طن يوميا ديال جمع النفايات، دزنا 32000 طن، يعني دوبلات تقريبا في 10 العدد ديال الأطنان اللي كتراكم يوم العيد. 5400 عامل نظافة سوف تشتغل يوم العيد، وهذا يعني المطلوب اليوم لأننا نتحدوا مع عمال النظافة. هما ما غيكونوش بحالنا لأن ما غاديش يمشيو يعيدوا في ديورهم، غادي يكونوا في الزنقة كيجمعوا الأزبال ديال مدينة الدار البيضاء. فالله يخليكم، هذا نداء لجميع الساكنة باش كلنا نكونوا متحدين مع عمال النظافة. 5400 عامل اللي ما غادا تعيدش راه ماشي سهلة. 32000 طن ديال النفايات اللي غادا تجمع نهار العيد ماشي سهلة. كانت هناك تعبئة جد مهمة من طرف مجلس مدينة الدار البيضاء، لا من الناحية البشرية ولا من الناحية اللوجستيكية. كيف ما قلت لكم هناك دعم ديال 5400 عامل نظافة، وهناك أيضا 880 آلية، يعني لي ماشي اللي غادي يدوروا في مدينة الدار البيضاء، الشاحنات اللي غادي تدور يوميا عدة مرات في اليوم لجمع النفايات. فاللي مطلوب اليوم 2 مليون ديال الأكياس اللي غادا توزع على جميع الفعاليات المجتمع المدني داخل مدينة الدار البيضاء، داخل المقاطعات، داخل الأسواق. فطبعا هذا التفريق راه بالمجان، والغرض منه هو أن كل منزل في مدينة الدار البيضاء يكونوا عنده هذه الأكياس بالحجم الكبير اللي يمكن لها تهز لنا هذا المجموع ديال النفايات اللي هي ثقيلة، ويعني وحتى الفرز ديالها صعيب، الماء اللي كيخرج وداك الدم اللي كيخرج خصنا نشفوا الأكياس ديالنا باش ما يمشيش يعني هذا المشكل بزاف المطرح. خصنا نعرفوا على أن هناك أيضا عمال النظافة الذين سوف يشتغلون داخل المطرح، لأن عندهم العادة أن كتوصلهم 4000 طن، اليوم غتوصلهم 32000 طن. فطبعا العمل ليس بالهين، عمل جد صعب شاق، غادا تكون موجة حرارة أيضا، وبالتالي خصنا نكونوا إنسانيين في هذا عيد الأضحى، خصنا نخمو في الغير، نخمو في هاد الناس ديال يعني عمال النظافة اللي غيضحيو طبعا بالأيام اللي هي كتكون نورمالمون أيام ديال الراحة، هما غادي يشتغلوا فيها، وثقوا بيا راه غادي يضربوا المجهود في 10. أنا ملي كنقول العدد ديال الأطنان غتضرب في 10، وبالتالي المجهود غادي تضرب في 10. فالله يخليكم، هذا دورنا، دور المجتمع المدني، دور تحسيسي، دور رجال ونساء الإعلام، على أننا ناشدوا جميع المواطنين البيضاوة. الحمد لله ذاك العام رحنا ربحنا الرهان، الدار البيضاء كانت نقية، الدار البيضاء كانت مدينة جد نظيفة أيام العيد، وقدرنا بالمجهود والتضافر ديال الجميع قدرنا نتغلبوا على هذا الشيء. نفس الرهان، نفس المجهود، بل أكثر إن شاء الله خصو يكون هذه السنة باش يمكن إن شاء الله هذه الأيام تدوز بسلام لمدينة الدار البيضاء. هذا العام بغينا هذا الرهان عاود نرفعوا أكثر باش تكون مدينة الدار البيضاء نظيفة يوم العيد. من أجل ذلك نظمنا حملة تحسيسية تحت إشراف جماعة الدار البيضاء، وبتنسيق وشراكة مع السلطات المحلية والمنتخبة، حملة تحسيسية على مدى 8 أيام بكل مقاطعات مدينة الدار البيضاء. هذه الحملة التحسيسية تتضمن عدة إجراءات. أولا هناك قافلة صوتية بمعدل سيارة واحدة بكل مقاطعة، هنالك لوحات إشهارية بكل شوارع مدينة الدار البيضاء، كذلك هنالك حملة رقمية على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك هنالك تعاون مع مؤثرين اجتماعيين لديهم أكبر نسبة مشاهدة. كذلك غتقوم شركة كازابيئة تحت إشراف جماعة الدار البيضاء والمقاطعات المكونة لها بتوزيع ما يناهز 120 طن من أكياس بلاستيكية بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني. كنطلبوا من المواطنين أن هذه الأكياس البلاستيكية اللي غتوزع لهم بالمجان طبعا أنهم يستعملوها يوم العيد من أجل جمع النفايات الخاصة بالعيد.
هذاك الكيس يحاول ما امكن انهم منين يجمعون فيه النفايات يسدوه مزيان ويتوجهوا لاقرب نقطه تجمع النفايات. كاين تما كاين هذوك الحاويات وضعوا ديك النفايات ديالهم في قلب الحاويه ماشي حداها. حنا هذه المناسبه سخرنا مجموعه من الوسائل اللوجستيكيه والبشريه المهمه. تم الغاء جميع العطل والاجازات لدى شركتي افيردا وارما وكذلك زابيئه. هناك حاله استنفار قصوى ثلاث ايام قبل العيد ويوم العيد وبعد العيد. كل هذا من اجل ان تكون مدينه الدار البيضاء نظيفه بيوم العيد ان شاء الله.